على الرغم من تواجد الشرطة في كل مكان عثرت عليها. ما حصل عليه تامي بكل سهولة في شوارع دربان هو جرعة من الوونغا، فبحسبه هذا المسحوق الأبيض هو مزيج من غسول وسم فئران وأدوية وماريخوانا والذي يتم تدخينه. هذه الجرعة الصغيرة كلفتني 2 يورو، تدخنها مرة واحدة ثم عليك أن تجد غيرها. وبغض النظر عن عقبات التبعية للوونغا فهي أصبحت كابوساً للعديد من سكان جنوب أفريقيا، فبحسب تجارها ومستهلكيها يحتوي هذا المخدر على أدوية مضادة للفيروسات تلك المستخدمة في مكافحة مرض الأيدز، وللحصول على هذه الأدوية لا يتردد مهربو المخدرات في الهجوم على المرضى. المشكلة هو أن المرضى لا يخبروننا بذلك، لا يأتون ويقولون لقد سرقوا لنا أدويتنا، نسمع مجرد إشاعات لأننا نعيش هنا وبعضهم جيراننا، ولكن هم لا يأتون إلى العيادات لقول ذلك، وأحياناً لا يتم سرقتهم بل هم من يبيعون أدويتهم. الدواء المضاد للفيروسات الذي يدعي تجار المخدرات استخدامه هو ستوكها، بحسبهم مزجه بالماريخوانا يثير نشوة خاصة، ولكن السلطات تكافح هذه الشائعات، فالتحاليل التي أجريت مؤخراً على 6 عينات من الوونغا أظهرت خلوها من مضادات الفيروسات، فبحسب السلطات هي مجرد أسطورة حضارية اخترعها تجار المخدرات في نوع من حملة تسويقية لبيع مخدرات جديدة. في الواقع تقول السلطات أن الوونغا هو هيروين مقطوع بمواد أخرى لزيادة حجمه قبل البيع. قد يكون هناك مئات المهربين الذين يصنعون الوونغا في أفنيتهم الخلفية أو مرائبهم، ويمكن للوونغا أن يحتوي على أي شيء، تشكيلة من الأدوية المضادة للفيروسات أو سم الفئران أو أي شيء لا يحتاج لوصفة طبية لشرائه في الصيدليات، أو يمكن أن نجده في المنزل أيضا. يمكن استعمال أي مادة تسمح بالإبقاء على السعر الأدنى، لأن الهدف في النهاية هو تحقيق أرباح. في الماضي كانت ظاهرة الوونغا محصورة على مقاطعة كوازولو ناتال، لكنها اليوم انتشرت في جنوب أفريقيا حيث يصل عدد مرضى الأيدز إلى 6 ملايين شخص، أي 10% من سكان البلاد.